السلام عليكم، كيف تقوم بعمل حفظ للصور الموجودة في اللوك سكرين في شاشة القفل في ويندوز 10؟ وأين تتواجد هذه الصور الموجودة في ويندوز 10؟ فعلى سبيل المثال، لإظهار شاشة القفل في ويندوز 10 من لوحة المفاتيح شعار ويندوز مع L، هذه شاشة القفل الموجودة في ويندوز 10، هذه الصورة أريد أن أقوم بحفظها، كذلك أريد معرفة مكان تواجد هذه الصور. فإذا كنت مهتم في الموضوع تابع معي الفيديو حتى النهاية، وكالعادة معكم مهي فؤاد من اليمن، يا أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم عزيزي المشاهد، خذ لحظة من وقتك واضغط على زر سبسكرايب اشتراك ثم زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهات القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير، معكم مهي فؤاد من اليمن. طبعا في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى معرفة مكان تواجد صور شاشة القفل اللي هي اللوك سكرين في ويندوز 10. طبعا هذه الصور الموجودة في ويندوز 10 تسمى سبوت لايت، وهي موجودة في اللوك سكرين اللي هي شاشة القفل الموجودة في ويندوز 10. على سبيل المثال كليك يمين بالزر الأيمن ثم اخترنا بيرسونلايز. لاحظ لو ذهبنا إلى اللوك سكرين، لاحظ هذه الباك جراوند الموجودة في اللوك سكرين اسمها ويندوز سبوت لايت. كيف أقوم بعمل حفظ لهذه الصور ومعرفة مكان تواجد هذه الصور؟ لاحظ لمعرفة مكان تواجد هذه الصور من لوحة المفاتيح أضغط على شعار ويندوز مع R وأقوم بكتابة، أختار لوكال، ومن ثم من خيار السيرش أقوم بالبحث عن مجلد كونتينت ديليفري، هذا المجلد اختاره، اختار مجلد لوكال ستات، ومن ثم اختار مجلد اسيست. لاحظ هذه الصور هي الصور الموجودة في اللوك سكرين، لكن لا استطيع رؤية هذه الصور. لرؤية هذه الصور في طريقة، تذهب الى مربع البحث ومن ثم تكتب بينت اللي هو الرسام، تفتح الرسام. لاحظ على سبيل المثال اريد ان اقوم بمعرفة هذه الصورة، على سبيل المثال لو اخترنا هذه الصورة، لاحظ هذه واحدة من اللوك سكرين موجودة في ويندوز 10. أيضا هذه الخلفية اللي تحتها، لاحظ أيضا هذه خلفية أخرى، أيضا لو اخترنا خلفية أخرى هذه أيضا، لاحظ هذه خلفية وأيضا هذه خلفية، أيضا لاحظ هذه أيضا هذه. على سبيل المثال نقوم بحفظ هذه الخلفية، أريد أن أقوم بحفظ هذه الخلفية أو هذه الخلفية. عندك طريقة، تقوم بمن فايل ومن ثم سيف آز، تختار بي جي اي جي، ومن ثم تختار سطح المكتب، ومن ثم تختار سيف. لو ذهبنا الى سطح المكتب، لاحظ هذه الخلفيه التي قمنا بعمل حفظ لها. اوكي، ايضا لو اردت ان اقوم بعمل حفظ خلفيه اخرى ولتكن هذه الخلفيه، اختار حفظ ومن ثم اختار سيف از، ومن ثم اختار سطح المكتب، اختار سيف. لاحظ ايضا هذه الخلفيه الثانيه الذي قمت بحفظها، وكذلك بقية الخلفيات. أيضا طريقة أخرى، تقوم بنسخ الخلفية كوبي. أوكي، نحذف هذه الخلفية من أجل أن لا يأتيني رسالة يقول الاسم موجود، ومن ثم تختار بيست. بعد ذلك تختار كليك يمين بالزر الأيمن ثم ريني، ومن ثم تكتب في نهاية الصورة دوت جي بي اي جي، ومن ثم انتر. لاحظ انفتحت معي الصورة. أيضا لو عندك على سبيل المثال، لاحظ أيضا لو قمنا بعمل نسخ لمجموعة من الصور كوبي، ومن ثم قمنا بإنشاء مجلد، كليك يمين بالزر الأيمن نيو فولدر، ومن ثم فتحنا المجلد بيست. لاحظ انتسخ معي هذه الصور، كليك يمين بالزر الأيمن رينيم، ومن ثم أذهب إلى نهاية الاسم وأكتب دوت جي بي إي جي، ومن ثم انتر. لاحظ ظهرت عندي الصورة، لكن عندما أضغط كليك يمين بالزر الأيمن رينيم ما يظهر عندي الامتداد الخاص بالصورة. ليظهر الامتداد الخاص بالصورة أذهب إلى خيار فيو، ومن ثم خيار اوبشن، اختار فيو مره اخرى من هنا. ايضا لاحظ عندك هيد اكستنشن فور ناو فايل تايب، ابعد علامه الصح واختار ابلاي، موافق. لاحظ كليك يمين بالزر الايمن رينيم، طلع عندي دوت جي بي اي جي. كذلك لو غيرنا اسم الصوره على سبيل المثال 555، وايضا عندك ار ار ار، وكليك يمين بالزر الايمن اخترنا رينيم دوت جي بي اي جي، لاحظ ظهرت عندي الصوره مع الامتداد. ايضا هنا نهايه الاس دوت جي بي اي جي، انتر. ايضا اختصار، طبعا اضغط فوق الصوره ومن لوحه المفاتيح اف2 بدلا ما اقوم بعمل كليك يمين بالزر الايمن ومن ثم رينيم، اضغط فوق الصوره واختار اف2 ومن ثم نهايه الاس دوت جي بي اي جي، انتر، تظهر معك الصوره. لكن حاليا عندي، لاحظ الامتدادات موجوده في الصوره. لاخفاء هذه الامتدادات مره اخرى فيو، ومن ثم اوبشن خيارات، ومن ثم فيو، اختار هيد اكستنشن فور ناو فايل تايبس، ابلاي، موافق. لاحظ اختفى عندي الامتداد الخاص بالصور. طبعا كذا عرفنا كيف تقوم بعمل
حفظ لأي صورة موجودة في شاشة القفل الموجودة في ويندوز 10، كذلك مكان تواجد هذه الصور الموجودة في ويندوز 10. طبعا كده درسنا خلص لهذا اليوم، يا رب تكونوا استفدتم من هذا الموضوع. إذا عجبك الفيديو يا ريت ما تحرمنا من زر لايك في الجروه الليكات، فهذا يسعدنا. زكاة العلم تبليغه، لو المعلومة وقفت عندي ما كانت وصلت لك، فيا ريت مشاركة هذا الفيديو لتعمل فائدة للجميع. كذلك إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناتي على اليوتيوب، يا ريت تنورنا وتشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر اشتراك إذا كانت اللغة العربية، أو بالضغط على الزر الأحمر سبسكرايب إذا كانت اللغة الإنجليزية. أيضا لا تنسى من تفعيل خيار الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات التي أقوم تنزيلها أولا بأول على هذه القناة. كان معكم مهيب فؤاد من اليمن، في أمان الله.